المحافظات وولايات السلطنة تواصل احتفالاتها بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم. جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. أصداء واسعة للعودة الميمونة لجلالة سلطان البلاد المفدى إلى أرض الوطن في مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية. نيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه، سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وبلادنا الحبيبة عمان تعيش زهو أفراحها بالعودة الميمونة لقائد مسيرة الخير جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. مشاعر الفرح والغبطة عمت كل بيت عماني، بل كل الأشقاء والأصدقاء المحبين لهذا الوطن وقائده، استبشارا بعودة جلالته وهو يلبس ثوب الصحة والعافية. وبهذه المناسبة المجيدة تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، وأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وقد بلغ عدد الذين تشرفوا بالعفو السامي 246 نزيلا، منهم 78 نزيلا من جنسيات مختلفة. حفظ الله مولانا جلالة القائد الأعلى أيده الله ومتعه بالعافية والهناء والعمر المديد. وبمناسبة العودة المباركة لجلالته إلى أرض الوطن سالما معافا بفضل الله وعنايته، تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. أعرب فيها سموه باسمه وباسم الشعب الكويتي الشقيق عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، مؤكدا سموه مشاركة دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا جلالة السلطان المعظم والشعب العماني الأفراح والابتهاج بهذه المناسبة، ضارعا سموه إلى المولى تعالى أن يديم على جلالته موفور الصحة ودوام العافية، وأن يحفظه ذخرا وقائدا لعمان لمواصلة تحقيق كل ما يتطلع إليه من رقي ونمو وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة. نود أن نوجه تحية تقدير وإعزاز إلى كل العاملين من أجل عمان ورقيها في جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية. وابتهاجا بالمقدم الميمون، صرح معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في كلمة بمناسبة عودة المقام السامي لأرض الوطن جاء في نصها: الحمد لله واهب النعم حمدا يليق بجلاله وعظيم شأنه ووافر نعمه، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة وهداية للبشرية جمعاء وعلى آله وصحبه الغر الميامين. لقد عمت ربوع الوطن الغالي عمان البهجة والسرور، واستبشر العمانيون بعودة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأدام عليه نعمة الصحة والسعادة والعمر المديد.
فكم كانت الفرحة غامرة والقلوب عامرة بالإيمان والنفوس مشرقة منيرة والألسن متضرعة بالدعاء حمدا وشكرا للمولى جلت قدرته أن من على عمان الغالية وشعبها الوفي بعودة مولانا إلى أرض الوطن العودة الأحمد بعد استكمال برنامجه العلاجي قادما من جمهورية ألمانيا الاتحادية. هذا الحدث التاريخي سيبقى ذكرى خالدة في سجل الأحداث العمانية الماجدة، وما تلك العبارة التي ترددت يوم أمس وعلى كافة الأصعدة والمستويات شيبا وشبابا على مسمع ومرأى كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، أبشري قابوس جاء، إلا ولها دلالات عميقة مهيبة تعبر عن صدق المشاعر والولاء المطلق بعفوية وإخلاص عما يكنه أبناء عمان الأوفياء لقائدهم المفدى وباني نهضتهم الحديثة ومجدد أمجاد عمان العريقة، كما أنها عادت بهم إلى يوم أن حط الطائر الميمون على أرض مسقط العامرة معلنا إشراق فجر جديد على عمان وشعبها بعد تولي جلالته مقاليد الحكم في 23 من يوليو المجيد عام 1970 للميلاد. وها هي مناسبة عزيزة تحل مجددا على أرض الوطن الغالي تحمل نفحات الحب والإخلاص لجلالة السلطان المعظم، تنطلق معها طموحات جسام وآمال عظام متدفقة بالعطاء والعمل الدؤوب وبشرى لمستقبل زاهر مليء بالخير يضاف إلى عقود النهضة المباركة المشرقة بإذن الله تعالى. وبهذه المناسبة الغالية يشرفني ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة وقوات الفرق الباسلة أن نرفع أسمى آيات التهاني وأجل التبريكات للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة عزه الله، مؤكدين لجلالته أبقاه الله أن نبقى دائما وأبدا جنودا أوفياء مخلصين دفاعا عن الوطن الغالي وحماية منجزاته وصون مكتسباته، متمسكين بالقيم العمانية الأصيلة الأهداف الجليلة التي أرسى دعائمها وأسس بنيانها جلالته حفظه الله ورعاه، وأن نسير دوما محافظين على نهجه الحكيم ورؤيته السديدة، شعارنا دائما الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الذود عن الوطن. نسأل الله أن يديم على جلالته الصحة والسعادة ويمد في عمره أزمنة مديدة يحقق على يديه الكريمتين كل ما من شأنه رفعة عمان وعزتها ورفاهية أبنائها البررة المخلصين وازدهارهم. حفظ الله مولانا جلالة السلطان المعظم وأسبغ عليه نعمة الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يحفظ المولى تعالى عمان دائما ويبقيها واحة للأمن والأمان، إنه نعم المولى ونعم المجيب. كما عبر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك عن سعادته الغامرة وجميع منتسبي شرطة عمان السلطانية بمناسبة المقدم الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن، شاكرين الله تعالى سبحانه بأن من على جلالته بالعافية، ومؤكدين لمقامه السامي الكريم بأنهم سيظلون على العهد دوما خلف قيادة جلالته الحكيمة حراسا أمناء على ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من منجزات، ويدعونه سبحانه أن يحفظ جلالته بكريم حفظه وعنايته وأن يسبغ عليه نعمه الوافرة وهو يرفل في أثواب العافية والهناء على الدوام. وقال معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك في تصريح له إن منتسبي شرطة عمان السلطانية جزء من هذا الشعب الوفي الذين اجتمعت قلوبهم على حب جلالة السلطان المعظم أيده الله، فقد تواصلت دعواتهم لله بأن ينعم على جلالته بوافر من الصحة والسعادة إجلالا ووفاء لما قدمه أعزه الله من تضحيات وتقديرا وإكبارا لما حققه جلالته من رخاء لعمان وشعبها، وها هم يستبشرون بهذه العودة المباركة ليحتفلون في غمرة أفراح الوطن بهذه المناسبة الطيبة
ويشكرون المولى عز وجل الذي ألبس جلالته ثوب الصحة لمواصلة المسيرة الظافرة، فخورين بقيادته الحكيمة ومعاهدين جلالته بالسير تحت لواء قيادته، ينفذون رؤاه الصائبة حماية لأمن هذا البلد العزيز وخدمة لأهله الكرام. نظم أبناء ولاية السيب بمحافظة مسقط مسيرة ولاء وعرفان بمناسبة العودة الميمونة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن. وانطلقت المسيرة من دوار المقامات بالمعبيلة بولاية السيب وصولا إلى دوار بيت البركة، ردد خلالها المواطنون والمقيمون أجمل عبارات الولاء والعرفان والدعاء إلى الله أن يحفظ جلالة السلطان المعظم باني نهضة عمان، حاملين اللوحات المعبرة بالكلمات والقصائد الوطنية في حب عمان والسلطان. وفي جنوب الباطنة عبر مواطنو ولاية بركة عن فرحتهم بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم إلى أرض الوطن بتنظيم مسيرة فرح تقدمها الأطفال حاملين أعلام السلطنة وصور جلالته أبقاه الله. وجدد المواطنون خلال احتفالاتهم مشاعر الولاء والعرفان لقائد نهضة عمان الحديثة عزه الله، داعين العلي القدير أن يديم عليه نعمة الصحة ويلبسه ثوب العافية. صور جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه ترفعها الأيدي لتعانق السماء، أعلام السلطنة ترفرف عاليا، جموع من المواطنين والمواطنات والأطفال. إنها صور من صور الوفاء والعرفان لباني نهضة عمان جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، جسدتها المسيرة الوطنية التي نظمها أهالي ولاية بركة ابتهاجا بعودة جلالته حفظه الله إلى أرض الوطن سالما معافى. المسيرة منذ انطلاقتها وحتى نهايتها كانت ألسنة المشاركين فيها تلهج بالدعاء إلى الله تعالى أن من على جلالة السلطان المعظم بالصحة والعافية. أعتبر هذا اليوم هو حقيقة تعبير تلقائي للمقلب الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي أطل الحقيقة على عمان في 23 من مارس. ذكرني هذا اليوم الحقيقة بالنهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة المعظم في 23 من يوليو. باسم هؤلاء المواطنين الكرام الذين أتوا للتعبير عن فرحهم ومساعدتهم وشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على مولانا المعظم حفظه الله ورعاه ووصوله إلى أرض الوطن معافى ولله الحمد، ما في شك أن هذا اليوم أو بالأمس هو يوم سيسجل في تاريخ عمان المباركة. 23 من هذا الشهر الكريم هو سوف يكون توأما ل 23 يوليو 70 المجيد، سوف يظل في ذاكرة العمانيين بإذن الله سبحانه وتعالى. أطفال المستقبل في عمر الزهور رددوا كلمات وطنية في مشهد يعبر عن مدى الانتماء الدائم والصادق لعمان الغالية والولاء لقائدها المفدى، فيما تأتي مشاركة المرأة تعبيرا عن اللحمة الوطنية كونها جزءا لا يتجزأ من مسيرة الخير العمانية. الجميع مسرور، الجميع يعني ما نقدر نعبر عن فرحتنا، الجميع يعني متجمعين عشان نعبر عن فرحتنا ونهدف لصاحب الجلالة أن الله يعطيه الصحة والعافية يا رب ويخلي له عمان ذخر وسند لنا يا رب العالمين. الجميع يعني الجميع نساء وشبان وشابات وجميع المواطنين اليوم فرحانين في ولاية بركة. جو وطني مفعم بالفرح أضافته فرق الفنون العمانية المغناة من خلال ما قدمته من فنون.
في هذا اليوم السعيد نبتهل لله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة السلطان المعظم وأن ينعم عليه بالصحة والعافية والعمر المديد وأن يجعله ذخرا وسندا لوطنه وشعبه الوفي. قيس بن حمود البوسعيدي، ولاية بركة. كما خرج أهالي ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة في مسيرة ولاء وعرفان ابتهاجا بعودة جلالته حفظه الله ورعاه. وقد انطلقت المسيرة من أمام قلعة نخل التاريخية مرورا بأحياء الولاية ووصولا إلى ميدان الاحتفالات، حيث شارك في المسيرة فرق الفنون العمانية وطلبة وطالبات المدارس وجموع غفيرة من الأهالي. مع إيقاع الرزحات العمانية وأهازيج الغبطة والفرح، خرج أهالي ولاية نخل في مسيرة ولاء وعرفان تعبيرا عن فرحتهم بعودة جلالته حفظه الله وأبقاه إلى أرض الوطن. هذه القلوب فرحة والنفوس مبتهجة بمقدم الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة، ما أن سمعت المواطنين جميعا في كل مكان وخصوصا في ولاية نخل إلا خرجت الولاية عن بكرة أبيها. بحقيقة عودة الأب لوطنه كأي مواطن ينتظر والده عودته إلى الوطن فهي فرحة غامرة، يعني تخرج من صميم القلب. ما ترى هنا أيضا أبناء ولاية نخل خرجوا عن بكرة أبيهم رجالا ونساء صغارا وكبارا، كلهم يعبرون عن فرحة المقدم السامي. الجميع هنا يتقاسمون الفرحة ويتبادلون التهاني خلال مسيرة حاشدة عبرت مختلف الأحياء السكنية بالولاية. كنا ننتظر من زمان اللي يعودنا بخير وتوعدنا بخير إن شاء الله، اللهم يحفظه ويرعى. الصراحة احنا فرحانين لرجوع جلالة السلطان إلى الأرض الوطن، والله يحفظه ويرعاه. دموعي بتزرف لما رحل ودموعي بتزرف لما وصل، فالحمد لله الفرحة غمراني وغمر الجميع. اليوم أنا حاسس إن أنا في عيد حقيقة، أنا شايف الجميع فرحان والقلوب سعيدة، قلوب حقيقية، سعادة حقيقية. الولاية التي كانت في ترقب منذ أشهر أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر بتشكيل لجان للتنظيم وأخرى لتزيين شوارع ومداخل الولاية بالأعلام وبصور جلالته ولافتات تحمل أسمى عبارات الشكر والدعاء لله عز وجل على نعمة وصول جلالته. نعد الدقائق والساعات في أيام غيابه وفي أيام علاجه في الخارج، ونتتبع الأخبار متى يجي صاحب الجلالة يوما بعد يوم ودقيقة بعد دقيقة حتى وصلنا الخبر. وكل من الأخوان والجماعة والأسر فلما استخبر بهذا الحديث على أنه صاحب الجلالة أقدم إلى عرض الوطن بسلامة وبصحة جيدة شكر الله عز وجل على قدومه. يا أيها الملك الذي أفضاله في كل ماحية غدت مدرارا، لما بزغت على عمان وأهلها كل الأماكن أشرقت أنوارا. وبيود الله والكريم وبيود سلطان الزعيم قابوس نور في عمان، نور عليها في كل مكان. إذا مشاركة أهالي ولاية نخل في هذه المسيرة العفوية جاءت تعبيرا عن حبهم وولائهم لجلالته حفظه الله، شاكرين الله على نعمائه أن أنعم على جلالته بالشفاء والعافية وصولا ميمونا لأرض الوطن. سيب الخلفان الكندي من ميدان الاحتفالات بولاية نخل. نظم أهالي ولاية بخا بمحافظة مسندم مسيرة بالمركبات تعبيرا عن سعادتهم وفرحتهم بعودة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن سالما معافا. توشح خلالها أبناء الولاية بأعلام السلطنة وصور حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه. المسيرة جابت شوارع الولاية مرورا بأبرز المعالم التاريخية والحضارية في إشارة على ما تحقق في هذه الولاية من إنجازات في ظل نهضة العطاء العمانية.
ولنقل الصورة المباشرة ينضم إلينا من محافظة مسندم مراسلنا منصور بن ناصر السعدي ليرصد لنا جانبا من الاحتفالات هناك. إليك منصور. شكرا جيران، فعلا شكرا جيهان عفوا، فعلا هنا الافراح متواصله، المسيرات مستمره، انتهت للتو مسيره ايضا نظمت من هذا المركز التجاري في ولايه خصب باتجاه شاطئ بصه. طبعا المشاعر هنا جياشه، مشاعر المواطنين في جميع ولايات هذه المحافظه، مسيرات، اعلام، افراح في كل مكان تعبر عن افراح المواطنين ومسراتهم. وايضا اترك الان المجال ل التعبير عن هذه الفرحة للمواطنين هنا، ومعي أيضا المرأة العمانية خولة بنت زايد الشحية. خولة، نرصد من خلالك مشاعر المرأة العمانية لحظة سماع الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة سماعنا الخبر حلتنا السكينة، حلتنا الهدوء، العبرة، هل ما سمعناه في التواصل الاجتماعي، هل ما شاهدناه كان حقيقة أم لا؟ ولما سمعنا وشفنا صاحب الجلالة وهو يأتي، هل تسارعت قلوبنا، يعني تلهفت شوقا لنظرة صاحب الجلالة مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وجددنا العهد والولاء بالمقدمه السابق كان لمحافظة مسندم، ها هو نراه الآن ما شاء الله وهو يأتي بعودا حميدا لأرضه وسكنه. إذن هكذا هي مشاعر المرأة العمانية. أيضا المواطنين هنا لديهم أيضا تعبير خاص بهم. معي أيضا جابر بن علي الشحي. جابر تفضل. حقيقة بعد سماع وصول صاحب الجلالة عن عبر طريق الوسائل المختلفة، ركضنا صوب التلفزيون ننتظر النبأ أو خبر البيان الذي يصدر من الديوان، وشفنا صاحب الجلالة عندما طلع علينا شرف بقدوم أرض الوطن، انهالت دموعنا حقيقة بالفرحة، وطلعنا على طول مسيرات عارمة. اليوم كذلك مسيرات وصلوا لنا أهالي من قرية كمزار، من نيابة ليما شرفونا الولاية، كذلك المواطنين الساكنين في الجبال اليوم كلهم كانوا موجودين في الولاية، وطلعنا في مسيرات من لولو هايبر ماركت إلى شاطئ بصة، حيث هناك احتفاليات الكبيرة من الأهازيج والفنون الشعبية، كانت فرحة عارمة عارمة عارمة. الله يحفظ جلالة السلطان إن شاء الله يا رب، الله يحفظ جلالة. آمين يا رب العالمين. إذن هكذا هي صورة لجينا، هكذا أيها الإخوة المشاهدون الصورة هنا في جميع ولايات محافظة مسندم، أفراح ومسرات وتعبير عن هذه الفرحة، التعبير الصادق، الخروج أيضا بعفوية للتعبير عنها بالمسرات وأيضا بهذه المسيرات. إذن نعم منصور بن ناصر السعدي مراسلنا من محافظة مسندم، شكرا جزيلا لك. هذا وتتواصل مسيرات الفرح ابتهاجا بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن العزيز، حيث خرج المواطنون إلى الميادين والساحات وعبر الطرقات في محافظات وولايات وقرى السلطنة، شاكرين المولى جلت قدرته أن من بالصحة والعافية على عاهل البلاد المفدى أيده الله. ففي ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية خرج أهالي وأبناء الولاية في مسيرة حب وولاء لباني نهضة عمان، عبروا من خلالها عن فرحتهم الغامرة بالوصول الميمون لجلالة السلطان المعظم إلى أرض الوطن الحبيب. منذ الإعلان الرسمي لخبر وصول جلالة السلطان حفظه الله ورعاه لأرض الوطن بعد رحلته العلاجية، خرجت الجموع محتفلة في كل أرجاء مدينة صور في مسيرات حاشدة. عمان تعيش يوم سعيد، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين اللي من على مولانا بالصحة والعافية ورجع لعمان سالما معافى. هذه فرحة ما بعدها فرحة حقيقة، للأمانة اشتغنا لك كثير، اشتغنا لك كثير، وعمان يعني اليوم زادت فرحة. مظاهر الفرح والبهجة عبر عنها المواطنون والمقيمون بعظيم امتنانهم لباني نهضة الوطن وقائد مسيرته رعاه الله. أنا شعر بفرحة، الله سبحانه وتعالى هو العالم، هو الوحيد، هو اللي يعرف مدى فرحتي برجوع جلالة السلطان لأرض الوطن. أهني صاحب جلالة بصحته
والحمد لله يعني شعور صراحة لا يوصف، شعور يعني بكل مواطن في السلطنة فرح بهذا الخبر، ونتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله. المسيرات شارك فيها الكبار والصغار في جموع ملأت شوارع العفية وبشكل عفوي حتى أوقات متأخرة من الليل. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكر على هذه النعمة أن ردنا صاحب الجلالة السلطان قابوس إلى أرض الوطن بإذن الله معافى، ونتمنى له الشفاء إن شاء الله والصحة والعمر المديد بإذن الله. وتتواصل الفعاليات والبرامج التي ينظمها الأهالي خلال الأيام القادمة وفي مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية. الحياة قبل اللي كان قبل قابوس جزاه الله خير كان الحياة صعبة جدا، وخلاف يعني بعد ما حكم جلالة السلطان قابوس حملات تطورت الأمور وصار عندنا الآن كهرباء وصار عندنا خدمات صحية وصار يعني عدة خدمات كثيرة، شقوا الجبال وشقوا الطرق ووصلوا جميع الخدمات للمواطنين في أي بقعة من بقاع عمان. هذه بلادنا ماتت من 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 كل الكهرباء والارتواء، ذيك اليوم الفلج مات واعتدمت البلد كلها ماتت، بعض منهم فهمت المعنى هاجر، حتى هاجروا من البلد هذه، ولكن الحمد لله فهمت المعنى لما ان حكم جلالة السلطان قابوس بن سعيد عظمه الله عزه الله، فعلى كل حال فهمت المعنى ردت الحياة فينا وفي البلدان وفي جميع الناس. وفي محافظة شمال الشرقية خرج أهالي ولاية إبرة بمسيرات فرح ابتهاجا بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم. وعبر المواطنون عن بالغ سعادتهم لعودة جلالته حفظه الله بالفنون التقليدية والأهازيج، رافعين أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة أبقاه الله. مباهج الفرحة والسرور عمت أرجاء عمان الحبيبة. بعد صدور البيان خرج الجميع صغارا وكبارا فرحين مستبشرين بوصول حضرة صاحب الجلالة محفوفا برعاية الله سبحانه وتعالى. فهنا المسيرات في مختلف أرجاء محافظة شمال الشرقية تعبر عن هذه الفرحة العامرة. الحمد والشكر لله على هذه النعمة، وباختصار شديد وكما ترون الفرحة تعم في كل مكان وكل موظف ومواطن وكبير وصغير. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهنا الدعاء لله على أن يديم هذه النعمة، نعمة الصحة لقائد هذه الأرض الطيبة. ما أروعها من لحظات في هذا المشهد الجميل لطلبة الدمج بالمدارس، فلهم تعابيرهم الخاصة بهذه المناسبة. وهنا صيحات وهتافات المدارس هي الأخرى تعبر عن هذه الفرحة العمانية الجميلة. عمان عمان لو دمنا يروي حضارتها، نفتح لها نهر من الشريان يسقيها، وإذا دعتنا بيوم السلم جيناها، نقطع ضلوعنا طوبا ونبنيها. منذ الصباح الباكر انطلقت مسيرات الفرح والسرور معبرة عن المقدم الميمون محفوفا بعناية الله ورعايته في مختلف أنحاء ولايات محافظة شمال الشرقية، وهذه واحدة من الاحتفالات الجميلة. أحمد بن محمد المعمري من ولاية إبرة محافظة شمال الشرقية. وفي البريمي خرج المواطنون وفي ولاية البريمي بمحافظة البريمي خرج المواطنون في مسيرات جابت شوارع وساحات الولاية. وقد عبر المواطنون عن فرحتهم بالعودة الميمونة لجلالة القائد المفدى حفظه الله وأبقى. أبشري قابوس جاء، نعم أبشري يا عمان، فسلطان البلاد عاد إلى شعبه وأبنائه الذين استقبلوا هذا النبأ السار والذي شرح الصدور بدموع إن سالت دون استئذان، ربما لأنها كانت تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. عودة روح عمان، عودة الوالد، عودة حبيب وسلطان القلوب، أعتقد يعني فرحة لا توصف. طبعا شعوري شعور
متفائل خير، فرحان كثير بعودة صاحب الجلالة معافى مسالما إلى أرض الوطن. أهالي محافظة البريمي هم أيضا كانوا ينتظرون هذه اللحظة، وها هي قد جاءت ليخرجوا معها يجوبون الشوارع، يهتفون باسم القائد، يرفعون الأعلام ويرددون النشيد أبشري قابوس جاء. نحمد الله على وصوله، وكنا ننتظره من زمان، والحمد لله لما وصل وشفناه كنا يعني فرحانين جدا، وكنا فعلا ندعي من الله سبحانه وتعالى أن يوصل بالسلامة. وصل الحمد لله بالسلامة، وكلنا سجدنا شاكرين لله سبحانه وتعالى. طبعا الشعور لا يوصف، نحن أول ما سمعنا أن السلطان بيرجع بخير ومعافى ومشافى عيوننا امتلت فرحة وعيوننا امتلت دموع، ونشكر الله أنه رجع لنا. وطبعا ورد أقول أن الشعور ما ينوصف أبدا، بس نشكر الله، الله يحفظ لنا طول الزمن يا رب. وبعد ليلة كان عنوانها الفرح والسرور، أشرقت شمس اليوم التالي لتبعث الفرح من جديد، فها هم الأطفال ببراءتهم يوزعون الورود على المارة، بل ويرسمون الفرحة على محياهم، فحق لنا أن نفرح، وحق لعمانة أن تلبس ثوب السعادة وتردد قاطبة أبشري قابوس جاء. أبونا وإحنا كنا عايشين بظله، أنا صار لي 15 سنة عايش هنا ما حسيت أني أنا برا بلادي، وإحنا فرحانين يمكن أكثر من أهل البلاد، إحنا عايشين بظل صاحب الجلالة والله يحفظه إنا إن شاء الله. دموع الفرح حقيقة يعني كانت تنهال على الناس لا شعوريا لما سمعنا هذا الخبر، سواء على التلفاز أو على التواصل الاجتماعي الواتساب. إذن هي فرحة وطن عمت السلطنة من أقصاها إلى أقصاها بعودة القائد المفدى إلى وطنه، وهو يرفل في ثوب الصحة والعافية. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. ونبقى في محافظة البريمي، حيث ينضم إلينا مفدى التلفزيون عيسى بن خلفان الكعبي بمعية سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى. تفضل عيسى. نعم أحمد، بداية هي مشاعر أنس، مشاعر سرور، مشاعر فرح تعيشها عمان. هو ثوب جميل ترفل به هذا البلد الزاهي بمقدم الميمون والإطلالة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس. نحن الآن هنا في ولاية محضة، إحدى ولايات محافظة البريمي، التي شاركت شقيقاتها باقي الولايات هذه الفرحة، شاركتهم مشاعر الأنس، مشاعر السرور التي تعم عمان قاطبة. معي الآن سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى وممثل ولاية محضة في المجلس. سعادة سالم، كلمنا عن مشاعر ولاية محضة، أهالي ولاية محضة كيف كانت فرحتهم، كيف كانت مشاعرهم، وكيف انسابت على الطرقات من خلال المسيرات، وهذا المكان الذي شهد على إقامة الفنون الشعبية التي تغنت باسم السلطان قابوس. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرفع أسماء آيات الولاء والعرفان والطاعة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، ونهنئه ونهني أنفسنا بالشفاء الذي من به الله سبحانه وتعالى عليه. والحمد لله رب العالمين، تعيش ولاية محضة حالها كبقية ولايات السلطنة في فرحة عارمة من خلال إقامة المسيرات، ومن خلال أيضا الفنون الشعبية، ومن خلال أيضا احتفالات المدارس. الفرحة غامرة، وشفاء مولانا صاحب الجلالة وعودته إلى أرض الوطن يستحق كل ما يعني يقدمه أبناء هذا الوطن، لأن هذا القائد قدم لوطنه ولشعبه وللعالم كل الخير، يستحق هذا الرجل، ومهما عملنا لن نوفيه حقه، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه وأن يمد في عمره وأن يديم الأمن والاستقرار على هذا الوطن الكريم في ظل قيادته الكريمة. فعلا كما يقول سعادة النائب، لن نوفي حضرة صاحب الجلالة حقه مهما قمنا بفعله ومهما قلنا. لذلك نعم الآن معنا شاعر يأبى إلا أن يشارك ببيتي شعر يعبر بها عن مشاعره، وكما يقال أن عمان، كل عمان اليوم شعراء بهذه المقدمة السامية. الشاعر عبد الله حمدان، عط البيتين الذين لديك لصاحب الجلالة. طبعا هذه المناسبة لا تكفيها قصائد ولا تكفيها
أي شيء، لكن بيتين متواضعات. أقول حتى السماء يا سيدي فرحانة، تبكي تبكي دمع غيث يشق البطحة، شافت شعب لبى ندى سلطانة، وحبت صبح بقى قبل لا يصحى. سلام. شكرا الشاعر عبد الله. أحمد، هذه هي المشاعر التي تعيشها ولاية محضة، هي نفس المشاعر التي تعيشها عمان كلها، هي المشاعر التي يعيشها كل المواطنون على هذه الأرض الطيبة، وليس فقط المواطنون، المواطنون والمقيمون والعابرون بل والعالم أجمع بعودة حضرة صاحب الجلالة. فعلا هي مشاعر لا تكاد أن توصف. شكرا وإليكم الكلمة. شكرا لك عيسى بن خلفان الكعبي، وشكرا كذلك لضيفيك الكريمين. ابتهاجا بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، خرج أبناء وأهالي ولاية هيمة بمحافظة الوسطى في مسيرة حاشدة، معبرين عن حبهم وولائهم وفرحتهم بوصول صاحب الجلالة أبقاه الله إلى أرض هذا الوطن الغالي مشافا معافا بإذن الله. وتخلل المسيرة حمل أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة وإلقاء بعض القصائد الوطنية والفنون الشعبية المغناة، كما نظمت مسيرة بسيارات جابت أرجاء الولاية محملة بصور جلالته حفظه الله وأعلام السلطنة. عبر أبناء وأهالي ولاية هيمة بمحافظة الوسطى عن فرحهم وابتهاجهم بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه وإطلالته الغالية. ومن أمام جامع الولاية طاف المشاركون في المسيرة وعلى طول الشارع وصولا إلى مكتب محافظ الوسطى، مرددين عبارات الدعاء لله جلت قدرته بأن يحفظ جلالة السلطان أبقاه الله. يا تفرح مفجاه، الحمد لله على فرحة، ونشكر الله على هذا العام، وكل عام إن شاء الله وهو بخير وصحة وعافية طبيعي تعالى إن شاء الله بالتوفيق والشفاء يا رب. يا الله يشفينا ويشفي بالعفو. الفرحة القوية اللي افتخر فيها الوطن بسلامة صاحب الجلالة بعودته من العلاج الصحي، والحمد لله على السلامة يعطيه الصحة والعافية. وحمل المشاركون في المسيرة أعلام السلطنة وصور صاحب الجلالة، مرددين عبارات الولاء والشكر للقائد المفدى أن يحفظه الله ويمد في عمره. كما تضمنت المسيرة تقديم العديد من الفنون الشعبية والقصائد الوطنية المعبرة عن فرحهم بالمقدم السامي. جميع المواطنين والمقيمين فرحوا بوصول حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله على هذه الأرض الطيبة، وشعبه ينتظر هذه الإطلالة الطيبة. الحمد لله يا رب العالمين على سلامة قابوس بن سعيد وصحته وعافيته، الا الله يرعاه في وطنه وفي داره، نحمده ونشكره. سلطاننا عز لنا، نفديه في الدنيا بدم، قلبي فداك لانك علمتني معنى القيم، فيك السهول جميله والبحر والجبل الاشم. طلاب وطالبات مدارس الولاية شاركوا في المسيرة معبرين عن حبهم بمقدمه الميمون، ومجسدين حب هذا الوطن بأدعية وكلمات تعبر عن حبهم للوطن ولقائده المفدى حفظه الله. هكذا عبر أهالي ولاية هيمة بمحافظة الوسطى عن فرحهم وابتهاجهم بالمقدم الميمون، رافعين أكف الضراعة لله عز وجل أن يحفظ جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. محمد بن عمير الهنائي من محافظة الوسطى ولاية هيمة. ابتهاجا بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله، وفرحة من أهالي وشباب ولاية هيمة بمحافظة الوسطى، خرج الشباب والأهالي في مسيرة وطنية معبرة بالسيارات بدأت من الطريق العام إلى دائرة الخدمات الصحية بالولاية. نحمد الله ونشكره بوجود مولانا حضر صاحب الجلالة ورجوعه إلى الوطن، ونتمنى من الله ثم من الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه الصحة والعافية. هذا يوم غالي على كل العمانيين، يوم شعور لا يوصف للكل، ولادة جديدة لكل عمان، مقدم حضرة صاحب الجلالة يعني عيد. المشاركون في المسيرة الوطنية المعبرة بالسيارات رفعوا أعلام السلطنة عالية شامخة وصور جلالة السلطان المعظم أعزه الله، واللافتات التي تحمل عبارة الشكر لله على سلامة جلالته أيده الله ووصوله أرض الوطن.
يوم صراحه يعبر عن ذاته. الحمد لله الفرحه غامره، والفرحه اليوم عمت من الشايب الى الشاب الى الطفل، كلهم معبرين عن هذه الفرحه التي لا توصف. كما تزينت المركبات باعلام السلطنه، وخرج الاهالي صغارا وكبارا نساء ورجالا على سياراتهم وهم يرددون الاهازيج والافراح بهذه المناسبه الغاليه. صورة رائعة من الفرح والابتهاج هنا في ولاية هيمة بالمقدم السامي الميمون لعاهل البلاد المفدى أبقاه الله، لتتواصل هذه الأفراح والمسيرات. محمد بن سعد العلوي من ولاية هيمة محافظة الوسطى. وننتقل إلى ولاية إبرة بمحافظة شمال الشرقية، حيث ينضم إلينا مفدى التلفزيون أحمد بن محمد المعمري وفي ضيافته سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي. إليك أحمد. شكرا لجينا، وأهلا بجميع مشاهدين الكرام. هنا صورة أخرى من صور الفرح والسرور جسدها أهالي ولايات محافظة شمال الشرقية كغيرها من ولايات ومحافظات السلطنة بمقدم الموكب الميمون بهذه المناسبة الجميلة والعريقة على أرض السلطنة. وهنا ينضم إلينا سعادة الشيخ صقر بن سلطان الشكيلي والي إبرة للحديث ويطلع مشاهدين الكرام عن هذه المباهج وهذه الفرحة والسرور على التي عمت أرجاء الوطن. سعادة الشيخ، لو تطلعنا وتطلع مشاهدينا الكرام عن مباهج الفرحة والسرور التي عمت أرجاء ولايات محافظة شمال الشرقية. شكرا أخي، الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بعودة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. والحقيقة من أول ما استبشر أن الأهالي في محافظة شمال الشرقية وحط طائر الميمون على أرض الوطن، خرج الأهالي شيبا وشيابا ذكورا وأناثا في جميع ولايات المحافظة، وعبر الكل منهم عما يجيش به خواطرهم فرحا بهذه المناسبة الغالية. والحقيقة مهما قلنا ومهما عبرنا ومهما أتينا من جوامع الكلم وما أتينا من البيان، لا نستطيع أن نعبر أو نعطي هذا الرجل العظيم حقه، فهو الأب وهو المربي وهو القائد العظيم الذي أعطى كل حياته وأنشأ دولة عصرية حديثة نتباهى بها بين الأمم. والكل الحمد لله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الصحة والعافية. وكانت هناك اليوم احتفالات في جميع المؤسسات الحكومية ومن بينها مكتب الوالي، فاجتمع المشايخ وأديت صلاة شكر. ثم إن أيضا كانت هناك مسيرة وأيضا كانت هناك مسيرة واحتفالا بهذه المناسبة في ميدان الاحتفالات، وإن شاء الله ستتواصل الاحتفالات في جميع ولايات المحافظة تباعا إلى أمد طويل إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة الشيخ. هكذا هي مباهج الفرح والسرور تعم، وكما شهدناها اليوم وأمس وإن شاء الله سنشهدها خلال الأيام المقبلة في ولايات محافظة شمال الشرقية. إليكم الكلمة، وهذا ما أطلعنا إليه سعادة الشيخ في هذه اللقاء. نعم أحمد بن محمد المعمري، شكرا لك ولضيفك الكريم. أيها المواطنون الأعزاء، إن بناء الدولة العصرية التي تعهدنا بإقامتها منذ اللحظة الأولى لفجر النهضة المباركة قد اقتضى منا بذل جهود كبيرة في مجال إنشاء البنية الأساسية التي هي عماد التنمية الشاملة وركيزتها الأولى، وتوفير هذه البنية في شتى ربوع السلطنة أتاح ولله الحمد فرصة كبرى للتطور العمراني في مختلف المدن والقرى
على امتداد الساحة العمانية. وفي محافظة ظفار خرج المواطنون في مسيرات فرح وابتهاج بالمقدم الميمون لعاهل البلاد حفظه الله ورعاه، مرددين عبارات الشكر للمولى عز وجل بأن من بالعافية على جلالته حفظه الله. وينضم إلينا من محافظة ظفار موفد التلفزيون سالم بن مخيت العامري. سالم، تفضل إليك الصوت والصورة وتنقل لنا أصداء الفرح والابتهاج اليوم الثاني. تحية من هنا من محافظة ظفار معبقة بشذا اللبان إلى كل أرجاء السلطنة. محافظة ظفار التي لا تزال تعيش على وقع هذا النبأ السار، تجسد من خلال المسيرات الشعبية، خروج الأهالي أيضا في مسيرات مختلفة، الكل يعبر بطريقة معينة عن مدى فرحته بعودة القائد المفدى إلى أرض الوطن. معي من خلال هذا النقل الحي والمباشر الكاتب والشاعر وأيضا المساهم في الموسوعة العمانية وهو حسين بن علي المشهور بعمر. حسين، نرحب فيك في هذا النقل الحي والمباشر، كيف تلقيت هذا النبأ؟ بادئ ذي بدء، أحمد الله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. وبعد، نبارك ونهني الشعب العماني المقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، سائلين المولى أن يغدق عليه الصحة والعافية والعمر المديد. حقيقة الحدث لا تعبر عنه الأفواه ولا تجسده المشاعر، حاولت استجمع بعض القوى وأعبر عن هذه الفرحة بقالب من الشعر الوطني قائلا: أقبلت كالعادة مهيبة الطلعة، أقبلت كالعادة مهيبة الطلعة، الركب سامي يا الزعيم الرايد، هذه عمان الرابية والقلعة، استبشرت لحظة قدوم القايد، استبشرت لحظة قدوم القايد. حسين، لو تصف لنا مشاعر الشباب هنا في مختلف ولايات المحافظة وتحديدا في مدينة صلالة. حقيقة الفرحة تملأ كل أرجاء السلطنة جنوبا شمالا، الكل مشارك، الكل فرح، الكل يعبر عن فرحته بما يحلو له، وإن كانت بعض المشاركات وبعض الأفراح غير منظمة إلا أنها تعبر عن صدق المشاعر، تعبر عن حب هذا الشعب لهذا القائد وهذا الأب وهذا المعلم. نسأل الله له العافية والصحة والعمر المديد. حسين، الشباب العماني دائما هو المرآة العاكسة للإنجازات. من خلال إسهامك في البحوث أو في التاريخ العماني بشكل عام، كيف كانت عمان بالأمس وكيف أصبحت في ظل القائد المفدى أبقاه الله؟ كان لعمان ولأهل عمان يد طولة وباع في التاريخ وفي الأبعاد الثقافية والحضارية، الصلات مع مختلف شعوب العالم. مرت على هذا الوطن مرحلة من العزلة ومرحلة من الانغلاق إلا أن بزوغ فجر النهضة أرجع لعمان مكانتها وهيبتها المعتادة. صاحب الجلالة أسس هذا البلد، أعاد له مكانته، أحيا القيم، أحيا الثوابت. كان البناء على أسس ومرئيات تعكس التاريخ القديم وتعكس المكانة والبعد لهذا الوطن المعطاء. نعم أخي أحمد، سوف يشكل 23 من مارس توأم بينه وبين 23 من يوليو، وهو بزوغ فجر النهضة المباركة في عام 1970. ظفار أو محافظة ظفار بشكل عام بمختلف ولاياتها. نعم سالم، تعيش. نعم بالفعل هذا ما يمثله هذا اليوم.
من أيام عمان الخالدة، والتاريخ سيخلدها في سطوره. شكرا لك سالم بن بخيت العامري، وشكرا أيضا لضيفك. وعبر أبناء عمان من طلاب وطالبات المدارس في مختلف محافظات السلطنة عن فرحتهم بعودة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن، حيث ردد الطلبة الكلمات الوطنية المعبرة عن ولائهم وعرفانهم لباني نهضة عمان جلالة السلطان المعظم أبقاه الله. النشيد الوطني في طابور الصباح تصدح به حناجر طلبة مدارس السلطنة في يوم استثنائي من أيام عمان الخالدة. اليوم يعني كان من أفضل الأيام من يوم بدينا هذا الفصل، أفضل الأيام في ترديد النشيد الوطني، وخاصة عبارة بشريق أبو سجا. إني أعيش لحظة مثل هذه اللحظات اللي كان الأهل يكلمون عنها أيام السبعينات. طبعا أنا ما انولدت قبل السبعينات عشان أعيش فرحة السبعينات، ولكن لي الفخر أني أعيش في 2015 عودة الأب القائد، عودة يعني أنا أجد في نفسي أن لا ضير من البكاء في هذا اليوم. عفوية المشاعر، براءة الكلمات، اكتظاظ الفرحة في عموم مدارس السلطنة متناغمة مع الابتهاج بالمقدم الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن، هي أبرز ملامح هذا اليوم الدراسي. نحن كنا بشوق ولهفة علشان نشوفه، والحمد لله الحمد لله إن شفناه، يعني بصراحة شعور ما ينوصف. فقصيدتي ليست سوى بارودة للحب تطلق باسمك الأزهار، للحب تطلق باسمك الأزهار. فرحة تخطت مفرداتها قاموس اللغة حينما ردد طلبة الجاليات المقيمة بالسلطنة بلغاتهم المختلفة أبشري قابوس جاء. سلطان قابوس سلطان قابوس Seid fröhlich, Sultan Qaboos ist gekommen. Daya el Magsaya. C'est Sultan Qaboos. Aidumatinna. Rejouissez-vous. Le Sultan Qaboos revient. وبقدر الحب والولاء الذي عبر عنه جيل عمان المستقبل، نرأ في المناسبة انطلاقة لا تختلف كثيرا عن بدايات النهضة العمانية. أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء. كلمات رسمت مشاعر الحب والفرحة بعودة جلالته سالما معافى، بل تاريخا يذكر بمسيرة طلابية خرجت من هنا باستقبال قائد البلاد المفدى قبل 45 عاما، فما أشبه اليوم بالأمس. أحمد بن بارك الدرمكي، مسقط. هذه الإنجازات جميعها يعني الآن يشعر بها المواطن، بالأخص من عاش قبل السبعين وبعد السبعين، يحس بفرق ويشعر بفرق أيضا لا يقارن هذا الفرق ما بين قبل السبعين وبعد السبعين. ما شيء ولاية ما فيها 40 و50 مدرسة، وإحنا باين بعد نفسنا، والماء من بحر يجين اليوم يشربوا هنا. هذه نعمة ترى، هذه ما تحصل بمال، هذه من تعالى السلطان الله يكون إياه. هذا وبثت العديد من القنوات العربية والدولية في فتراتها الإخبارية خبر العودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن بعد استكمال جلالته البرنامج الطبي بجمهورية ألمانيا الاتحادية. وبثت هذه القنوات بيان ديوان البلاط السلطاني الذي أكد على النتائج الطبية التي كللت بفضل الله وعنايته بالنجاح التام. برهة من الزمن، في 23 من مارس من عام 2015 سيخلد في ذاكرة كل عماني يعيش على أرض عمان الطيبة. فنقلت القنوات الخليجية والدولية هذا الوصول الميمون.
عاد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى تلفزيون دولة قطر. ذكر في نشرته الإخبارية الرسمية عودة جلالة السلطان قابوس إلى أرض السلطنة بعد استكمال جلالته البرنامج الطبي بجمهورية ألمانيا الاتحادية. أعلن الديوان البلاط السلطاني العماني عودة جلالة السلطان قابوس بن سعيد. فيما أشار التلفزيون البحريني إلى بيان ديوان البلاط السلطاني العماني الذي أكد على النتائج الطبية لجلالته والتي كللت بالنجاح وأن جلالته بصحة وعافية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد. فيما أورد شقيقه التلفزيون الكويتي برقية تهنئة بعثها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أخيه جلالة السلطان المعظم بمناسبة عودته إلى أرض السلطنة. عاد السلطان قابوس بن سعيد. قناة الجزيرة هي الأخرى أكدت في خبرها أن جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان يعود إلى بلاده بعد 8 أشهر قضاها للعلاج في ألمانيا. وتتوالى القنوات التلفزيونية الخليجية والدولية في بث عودة جلالته إلى أرض الوطن وفرحة قلوب العمانيين بمقدمه الميمون. كما اهتمت الصحافة بشقيها الورقي والإلكتروني بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن. وتنافست الصحف المحلية والدولية بعنوانة صفحتها الأولى بالمفردات التي تعبر عن مشاعر الفرح والابتهاج بهذه المناسبة المجيدة. تصدر خبر العودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه الصفحات الأولى للصحف المحلية والعديد من الصحف الخليجية والعربية والدولية. صحيفة عمان عنونت صفحتها الأولى بالاثنين الماجد سماء عمان تضيء قابوسها، حيث كتبت أن يوم عودة جلالته كان يوما تاريخيا تعمقت فيه المشاعر الوطنية الصادقة من الحب والولاء لبان نهضة عمان الحديثة وقائدها المفدى، وأنه حدث كبير يسجل في أيام عمان الخالدة. أما صحيفة الوطن فعنونت صفحتها الأولى مكللا بتمام الصحة والعافية جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن، حيث كتبت فور هبوط الطائرة الميمونة نزوة التي أقلت جلالته يحفظه الله جابت مسيرات للفرح والولاء للقائد المفدى لتلهج عمان بدعاء واحد بالحمد والشكر للعلي القدير من رد لنا قائدنا ردا جميلا. فيما كتبت الشبيبة عمان تزهو بالإشراقة السامية. أما جريدة الرؤية فكتبت جلالته يستكمل البرنامج الطبي بنجاح تام ويعود إلى أرض الوطن مكللا بتمام الصحة والعافية. فيما عنونت صحيفة الزمن صفحتها الأولى بحمد الله وكتبت قائلة لله المنة والفضل جلالة السلطان يعود إلى أرض الوطن. الصحف العربية من جانبها تناولت خبر العودة الميمونة لجلالته، فكتبت صحيفة الحياة اللندنية عودة السلطان قابوس إلى مسقط بعد علاجه في ألمانيا، وكان أكثر المواضيع قراءة على موقعها الإلكتروني. الشرق الأوسط السعودية عنونت خبرها السلطان قابوس يعود إلى عمان بعد رحلة علاج استمرت 8 أشهر، حيث أظهر التلفزيون العماني السلطان قابوس وهو ينزل من الطائرة وبدأ السلطان في صحة جيدة. فيما تناولت صحيفة الراية القطرية الخبر وعنونت بأنها لحظة فارقة في حياة الشعب العماني، واعتبرت أن عودة جلالته إلى بلاده كانت أشبه بعودة الروح إلى الجسد، وسيبقى هذا اليوم حدثا تاريخيا للشعب العماني وبشرى سارة إلى أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي. البيان الإماراتية شاركت الشعب العماني فرحته وقالت السلطان قابوس يعود إلى البلاد بعد رحلة علاج ناجحة، حيث بدا السلطان في صحة جيدة ومرتاحا وتعالوا الابتسامة وجهه الكريم. فور صدور بيان العودة الميمونة لجلالة القائد المفدى حفظه الله فاضت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات الامتنان والشكر لله العلي القدير بأن أنعم بثوب الصحة والعافية على جلالته أعزه الله.
وتبادل المشاركون في تلك المواقع على اختلاف أعمارهم التهاني والتبريكات وصورا لوصول جلالته أيده الله إلى أرض الوطن. فرح اللقاء بعد طول غياب له طعم آخر، رسم البسمة على شفاه الجميع. مساحة مفتوحة بمواقع التواصل الاجتماعي سطرت بها عبارات الفرح، ما إن استبشرت الأعين برؤية القائد المفدى وهو يخطو بخطواته المباركة من على الطائر الميمون تحفه عناية الرحمن، وقد عاد سالما معافى إلى أرض الوطن. ففي تويتر حلق المغردون كل على طريقته تحت وسوم تعددت مسمياتها، وصل حجم التفاعل فيها إلى أكثر من 2 مليون شخص أغلبها عبر وسم أبشري قابوس جاء. المحبة تجسدت في عبارات عفوية وأخرى شعرية، أبرزها قصيدة صانع المجد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. رصد المغردون صورا مختلفة لجلالته حفظه الله ورعاه، كما هنأت شخصيات سياسية وثقافية ورياضية وإعلامية الشعب العماني بهذه المناسبة. كلمات مختصرة حملت بين طياتها عمق الشوق الذي يكنه أبناء عمان لقائدهم الملهم، ازدانت بها وسائل التواصل الاجتماعي. هي فرحة وطن من شمال عمان إلى جنوبها، عدت يا قائد عمان وأسعدت القلوب. الجولات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، التي أصبحت منهاجا متفردا يدرس وقناة للتواصل تتسم بالعفوية بين القائد وشعبه، وعلى ضوئها رسمت الخطوط الرئيسة لمسيرة التنمية. وعبر هذا النهج واصلت السلطنة مراحل البناء والتطور، واستثمر العمانيون هذا التلاحم لما فيه خير ونماء وطنهم على كافة الأصعدة. صوت للنهضة نادى، حب جمال وفرادى، قابوس للمجد. لقاء مفتوح ومباشر بين القائد المفدى وشعبه الوفي، هكذا أراد حضرة صاحب الجلالة أبقاه الله لجولاته السامية أن تكون. بين الفيافي الواسعة وفي الأماكن الوعرة والصحاري الشاسعة وفي كل شبر من عمان الغالية، تنقل جلالته منذ انبلاج فجر النهضة المباركة مخططا ومهندسا نهضة عمان الحديثة، ليس من وراء جدر بل بالاقتراب الحقيقي لتلمس احتياجات المواطن وتطلعاته، ولبث روح العزيمة والإصرار عبر كلمات جلالته السامية التي تعد نبراسا نهتدي به في مسيرة التنمية على مختلف مجالاتها. ساهمت الجولات السامية في كسر كل الحواجز بين الحاكم والشعب، فها هو القائد يجلس بين شعبه الوفي جلسة حب واحترام متبادل، جلسة تستمد ثوابتها من روح الحضارة العمانية الأصيلة وتراثها السياسي العريق. من هذه الأماكن خرجت العديد من المشاريع إلى النور، مشاريع طمح إليها المواطن فوجدت الأذن المصيغة والتنفيذ المباشر، لتمتد مظلة التنمية إلى أعلى قمم الجبال وفي الوهاد والوديان السحيقة، ولتختفي كلمة المناطق النائية من قاموس عمان الحديثة. فالنأي أصبح قربا من خلال طرق ممهدة ومسفلتة، وتحقق أعلى درجات السلامة تسري كالشرايين متجاوزة كل عارض طبيعي، لتربط عمان بشبكة متكاملة من الطرق. مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية متنوعة جاء المواطن يحملها إلى القائد ليجد بعد ذلك ترجمتها على أرض الواقع. الجولات السامية لم تكن لتلمس احتياجات المواطن فحسب، بل هي محطات ترسم خريطة المستقبل من خلال الكلمات السامية التي تناولت مختلف المواضيع ولم تغفل أي جانب. كان جلالته يستعرض للمواطنين في جلسة عمانية شعارها البساطة في مكوناتها ولكنها عظيمة في معانيها وتجلياتها، كان جلالته يستعرض الخطط الاقتصادية والتنموية للبلاد وسياستها الداخلية والخارجية في كل المناحي. كلمات جلالته التي ألهبت العزائم واستنهضت الهمم للمساهمة في بناء عمان حديثة تشرق اليوم بالعديد من المنجزات والهبات
لنهضة جعلت من الإنسان العماني هدفا وغاية. ولتفعيل الجولات السامية بصورة أكبر جاءت الندوات المصاحبة لها لتستشرف القادم وترسم خطط المستقبل عبر مواضيع محددة يتم تناولها في كل جولة وطرحها للنقاش بكل شفافية أمام جميع المشاركين وبثها في مختلف القنوات الإعلامية المحلية لمزيد من النقاش والتفاعل. هذه الندوات تجاوزت التوصيات لتخرج بقرارات ملزمة لمختلف الجهات وواجب تنفيذها وتسخير جهات معنية بمتابعة التنفيذ لتكون هي الأخرى منبرا جديدا للتحاور نحو مستقبل أفضل لعمان وشبابها الواعد. يوم جا قابوس نور هالبلاد، والله يخليه، الله يبقيه، الله ينصره، الله يبقيه حالنا وحال غيرنا، ما حد يشكي منا هذا الرجال أبدا. حقيقة ما قبل النهضة الذي ما عاش قبل 70 ما يقدر هذه النهضة. قبل 70 ما كان عندنا شيء، هذا ما كنا نحلم فيه أبدا. وصاحب الجلالة عزه الله وأبقى سند وذخر وعافى من كل سوء لم يدخر جهد، علم أولادنا، فتح لنا المدارس، فتح لنا المستشفيات، وسع علينا في الطرق، فتح لنا الإعلام، فتح لنا كل شيء. نحن نعيش في قصور مرفهين، نعيش في أمن مطمئنين، نعيش في حياة متآخين. سلطاننا هو أب، من ناحية الأبوة هو حاكم علينا، من ناحية الحكم هو أخ، من ناحية الأخوة هو واحد منا، من ناحية الربوة تربى فينا وهو منا وفينا ولم يفعل أي. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقيتي تعزية ومواساة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا وفخامة الرئيس يوخيم جاوكا رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا تحطم طائرة الركاب الألمانية جنوب فرنسا. أعرب جلالته فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما وأسر الضحايا والشعبين الأسباني والألماني الصديقين. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بروكوبيس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته فيها عن تهانيه الخالصة وتمنياته الطيبة لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب اليوناني الصديق مزيدا من التقدم والنماء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء اليوم معالي الدكتورة مارغريت شان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية التي تزور السلطنة على رأس وفد رفيع المستوى يضم أصحاب المعالي نائب المديرة والمديريين الإقليميين للمنظمة في العالم لحضور الاجتماع الدوري الذي تستضيفه السلطنة لمجموعة السياسات العالمية باعتبارهم السلطة العليا للمنظمة. وقد قدمت معالي الدكتورة مارغريت تشان تهنئة المنظمة للسلطنة بسلامة عودة صاحب الجلالة السلطان المعظم إلى أرض الوطن. وفي مستهل اللقاء نقل صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء نقل لهم تحيات جلالة السلطان المعظم وتمنياته للمنظمة بدوام التوفيق والنماء، معربا سموه عن أهمية الدور المتميز الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في تعميق التواصل العالمي ودعم سياسات الدول في المجالات الصحية، ومؤكدا على الحرص الذي توليه السلطنة بقيادة جلالته أبقاه الله للتعاون مع المنظمة وخاصة في مجال تطوير الرعاية الأولية ومكافحة عدد من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى مبادرة السلطنة للسلامة على الطرق وزيادة الوعي العالمي بمخاطر الحوادث والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جانبها عبرت معالي المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن تقدير المنظمة البالغ للجهود التي تبذلها السلطنة في تطوير القطاع الصحي، مشيدة بالمستوى المتقدم الذي حققته السلطنة في مجال الرعاية الصحية وتطوير الخدمات، مؤكدة على الدور الإيجابي والرائد للسلطنة في دعم منظمة الصحة العالمية واستضافتها لاجتماعاتها. كما أبدت معاليها استعداد المنظمة لوضع خبراتها وإمكانياتها المتاحة في المجالات الصحية في متناول السلطنة. وإلى جملة من الأخبار العالمية نستهلها من فرنسا، حيث قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إنه لا توجد إشارات حتى الآن توضح الأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة التابعة لشركة جيرمان وينجز الألمانية جنوبي فرنسا. وأعلنت مصلحة الطيران المدني الفرنسي أن الطائرة وهي من طراز إيرباص A320 لم تطلق نداء استغاثة أثناء نزولها السريع وهي بالقرب من مدينة بارسيلونيت قبل أن تختفي عن شاشات الرادار. وسقطت الطائرة في وقت سابق في جنوب منطقة الألب أثناء رحلة لها بين برشلونة ودوسلدورف في ألمانيا، وعلى متنها نحو 150 شخصا ترجح الشركة وفاتهم جميعا في الحادث. في ليبيا كشف مبعوث الأمم المتحدة عن مجموعة من المقترحات التي إلى طرفي النزاع بهدف إنهاء الأزمة الأمنية والسياسية. وقال المبعوث الأممي برناريو ليون بعد زيارة لكل من طبرق وطرابلس إن المقترح يتضمن تشكيل مجلس رئاسي من شخصيات مستقلة إلى جانب حكومة وحدة وطنية وبرلمان موحد، على أن يتم في مرحلة لاحقة من المحادثات تشكيل مجلس للأمن القومي ومجلس للبلديات. وبحسب البعثة الأممية سيتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات لحين إجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء. رحبت حكومة كييف بقرار أمريكي يؤيد إرسال شحنات من الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما وصف نواب البرلمان الروسي الخطوة بأنها دعوة للحرب. ووافق 348 عضوا بمجلس النواب الأمريكي على قرار يحث الرئيس باراك أوباما على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا لحماية سيادتها في حربها ضد الانفصاليين. وقال مصدر بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس أوباما تناقش توفير مساعدات قتالية لكييف، لكنها تنتظر معرفة مدى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في فبراير الماضي. شهد عدد من ولايات محافظة الداخلية عصر اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة سالت على إثرها الشعاب والأودية. تركزت الأمطار المتوسطة على مركز ولاية نزوة وعلى قرى ولاية تنوف وحي التراث وفرق والرحبة وصميط وردة البوسعيد وعلى نيابتي الجبل الأخضر وبركة الموز. كما شهدت ولاية إزكي والحمراء وسمائل هطول أمطار متوسطة. وهذه مشاهد للأمطار التي شهدتها ولاية نزوة ونيابة بركة الموز. ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. محافظات وولايات السلطنة تواصل احتفالاتها بالعودة الميمونة لجلالة السلطان المعظم. جلالة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السام الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. أصداء واسعة للعودة الميمونة لجلالة السلطان البلاد المفدى إلى أرض الوطن في مختلف وسائل الإعلام المحلية والخليجية والعربية.
نيابة عن جلالته حفظه الله ورعاه سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية. دامت أيامكم في أفراح ومسرات، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.